الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدين الكرام طلاب الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو أسبوع جميل آخر يجمعنا بكم من جديد مع برنامج درس على الهواء في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. هذه الأيام التي نحن على مشارف عيد الفطر السعيد، فكل عام والجميع بخير. درسنا الأول بمشيئة الله تعالى مع مادة اللغة العربية، كتاب المفيد. فبوركتم أيها الرائعون وبورك اجتهادكم الذي ينضح على ضفتي بحر العربية مفيدها ومؤنسها فابقوا معنا وتابعونا فاصل قصير ونعود إليكم قبل أن نكشف هوية درسنا لهذا اليوم دعونا نستذكر شيئا مما أخذناه الأسبوع القادم أيها الرائع أيها الطالب المثابر المجتهد اقرأ الفقرة الآتية ثم استخرج منها أسلوبي نداء وبين نوع المنادى في كل منهما ثم أعربهما من كتاب كليلة ودمنة زعموا أن غديرا كان عنده عشب، وكان فيه بطتان، وكان في الغدير سلحفاة، بينها وبين البطتين مودة وصداقة، فاتفقا أن غيض ذلك الماء، يعني قل ماؤه نقص، فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: أي صديقتنا السلحفاة، إننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه. فقالت انما يبين نقصان الماء على مثلي فاني كالسفينه لا يقدر على ايوائها شيء سوى الماء فاما انتما فتقدران على العيش حيث كنتما فاذهبا بي معكما قالتا لها نعم وافقتا قالت كيف السبيل الى حملي قالتا ناخذ بطرفي عود وتقبضين بفيك على وسطه ونطير بك في الجو، وإياك إذا سمعت الناس يتكلمون أن تنطقي، ثم أخذتاها فطارتا بها في الجو، فقال الناس: عجب سلحفاة بين بطتين قد حملتاها، فلما سمعت ذلك قالت: أي السلحفاة: فقأ الله أعينكم أيها الناس، فلما فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت، إذا لنستخرج أسلوبي النداء واضح جدا الأسلوب الأول هو أي صديقتنا السلحفاة، ما نوع المنادى؟ المنادى كلمة صديقتنا، واتفقنا من الأسبوع الفائت أن المنادى إن اتصل به ضمير كان مضافا، إذا نوعه مضاف. ما إعرابه؟ المضاف من المنادى المنصوب أو المنادى المعرب، فنقول كلمة صديقة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه مضاف وهو مضاف وناء في محل جر مضاف إليه. أسلوب النداء الآخر: أيها الناس ونوع المنادى كلمه الناس نوعها معرفه بال لكن قلنا ان كلمه الناس هي منادى من ناحيه المعنى فقط اما من ناحيه الاعراب فالمنادى هو كلمه اي وهي منادى مبني على الضم في محل نصب لانه نكره مقصوده وكلمه الناس تعد او تعرب بدلا لانها جامده فالجامد المعرف بإن كان جامدا أعربناه بدلا وإن كان مشتقا أعربناه نعتا. لنواصل إذا أخذنا نوعين من أنواع المنادى، المنادى المعرب والمنادى المبني. المنادى المعرب مثل قولي يا سامعا النجوى يا كاشفا البلوى ارفع الداء. وأنزل الدواء، إذا ما نوع هذا المنادى؟ سامعا النجوى، كلمة سامعا هي المنادى، ولا بد أنكم تلاحظون أنها اسم مشتق، هذا الاسم المشتق قد عمل في الاسم الذي يليه، ومن هنا أتبين أن المنادى هنا هو شبيه بالمضاف. هذا النوع الاول النوع الثاني اذا قلت لغتي ايا بحرا لا يفتا يغدق علينا بفيض عطائه طبعا لدينا مناديان اثنان لغتي وايا بحرا لغتي بما انه منادى قد اتصل به ضمير وهو ياء المتكلم فهو مضاف ايا بحرا هذه نكرة غير مقصودة. المثال الثالث: يا طبيب الخلق، يا طبيب الخلق، يا ربيع الحق، يا باعث الامل صلى الله عليه وسلم. إذا هنا طبيب الخلق، إذا مضاف ومضاف إليه، إذا هذا هو تركيب إضافي فبالتالي نوع المنادى هنا مضاف وكذلك القول ينطبق على كلمة طبيب وربيع وباعث فكلها منادى مضاف، إذا اتفقنا من البداية أنه معرب، إذا مباشرة في الإعراب أقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة كلها هنا نصبت بالفتح قد ينصب بالياء كما اتفقنا او ينصب بالكسره لناتي الى امثله المجموعه الثانيه ايا نفس انت الدهر في حال غفله وليست صروف الدهر غافله عنك المنادى كلمه نفس وهي نكره مقصوده وفي المثال الثاني وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اذا المنادى كلمه المؤمنون من ناحيه المعنى وهي معرفه معرفه بال فكلمه اي هي هي التي ستعرب منادى ويمكن القول فيها انها نكره مقصوده اما كلمه المؤمنون فلانها مشتقه في هذه الحاله ستعرب ماذا؟ ستعرب نعتًا، إذا أقول في إعرابها نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المثال الثالث قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، إذا المنادى كلمة نوح وكلمة نوح هي علم هي علم مفرد نتبين أن هذه هي أو هذه الأمثلة الثلاثة هي من المنادى المبني فيكون إعرابها منادى مبني على الضم في محل نصب، إذا نفس مبنية على الضم أي كذلك ونوح أيضا في محل نصب. إذا هذا هو درسنا لهذا اليوم، إذا بعد أن أنهينا جولتنا مع النحو أو مع النداء نحوا اليوم بإذن الله سنأخذ أسلوب النداء بلاغة في درسنا هذا اليوم إن شاء الله سنعرف بالنداء بلاغيا وسنميز بين الأغراض البلاغية المختلفة المختلفة للنداء دلاليا بعد ذلك سنستخلص الغرض البلاغي من الشواهد المعروضة في البداية، إذا أردت أن أعرف الفرق بين النداء الحقيقي والنداء البلاغي. النداء الحقيقي مثلا إذا قلت يا محسنا إن الله يحب المحسنين. فالنداء يكون حقيقيا إذا كنت أجهل صفة هذا الشخص الذي أناديه، فلا أعلم إن كان هو من جنس أولئك المحسنين. الذين يجودون باموالهم للناس والمحتاجين ام انه غير ذلك، فبالتالي يكون حقيقيا لانني فعلا قصدت به التنبيه. ويكون بلاغيا ان كنت اعرف صفه ذلك المحسن، فان كنت فان كنت فعلا من اناديه محسنا بحق فهو بالتالي من من النوع النداء البلاغي وهو لأجل التعظيم، وإن كان هذا الشخص الذي أناديه ليس محسنا، وإنما ناديته يا محسنا، فيكون لغرض بلاغي يسمى الإغراء، فبالتالي إن لم أقصد به التنبيه كان نداء حقيقيا، إذا إذا قصدت به التنبيه فهو نداء حقيقي. أما إن لم أقصد به التنبيه فيكون نداءً بلاغياً. من ذلك نخلص أن النداء هو إنشاء طلبي يدعو به المتكلم وهو المنادي، يدعو من؟ يدعو المخاطب الذي هو المنادي ليقبل عليه ويسمع ما يريد مستخدماً أدوات النداء التي عرضناها. وهذه أدوات النداء تأتي لتحل وتكون عوضاً عن الفعل أنادي أو أدعو أما إن خرج النداء عن أصل معناه يعني عن أصل التنبيه فلم يقصد به التنبيه حقيقة صار النداء نداء بلاغيا وأصبح يندرج ضمن أحد هذه الأغراض البلاغية التي كتبتها فقد يكون لأجل التحبب أو الزجر أو التعجب أو التعظيم أو الندبة أو التحقير أو التحسر أو الاستغاثة أو الاختصاص أو الإغراء. لنعرف كل غرض منها على حده لنميز الفرق بينها. الغرض الأول غرض التحبب. التحبب يكون النداء لأجل التحبب إذا كان المخاطب أو المنادي حبيبا إلى نفس المتكلم وهو المنادي. متى يكون ذلك؟ يكون عندما تربطه به علاقة طيبة علاقة حسنة، مثلاً كعلاقة الابن، الأب مثلاً بإبنه، علاقة العكس الأب أو الإبن بوالديه، كعلاقة من مثلاً الشخص بأهل وطنه، وإلى غيرها من العلاقات الحسنة الإنسانية التي تجمع بين. الناس وبين البشر بعضهم بعض. هذا الشاعر العباسي متعلق جدا باهل بلده، فقال لهم: اسكان نعمان الاراك تيقنوا بانكم في ربع قلبي سكان سكان، رغم انه بعيد عنهم الا انه ناداهم بالهمزه. هذه الهمزه يفترض ان انادي بها القريب. لكن الشاعر وجد نفسه بانه قريب منهم معنويا وان كان ليس قريبا منهم حسيا من ذلك نفهم انها لاجل التحبب سيقول الطالب هل فقط ساعرف الغرض البلاغي من المنادى وحده ليس دائما احيانا احتاج الى السياق الذي ورد فيه اسلوب التعجب لاصل الى الغرض البلاغي للتعجب لكن هنا مباشرة عرفت حتى من المنادى وحده ومن الأداء وحدها أنه يقصد التحبب كذلك عرفت لما قال لهم أنتم في ربع قلبي سكان فبالتالي هذا يزيد تأكيدي على أنه لي غرض التحبب الغرض البلاغي الثاني هو التعجب إذن يكون المتكلم أو المنادي مندهشا من حال المخاطب وهو المنادى يتعجب منه وفي الكثير من الحالات يأتي التعجب بهذه الصيغة يا له من كذا ثم يأتي من يأتي المتعجب منه فبالتالي هذه الصيغة كثيرا ما ترد على أنها لغرض التعجب. من الامثله على التعجب قول الشاعر الجاهلي طرف بن العبد يا لك من قبره بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري اذا القبره هذه هي حمامه او طير فهو يتعجب منها فبالتالي استعمل ايضا هذه الصيغه صيغه التعجب السماعي الذي درسناه في الفصل الدراسي الاول فهذه صيغه التعجب السماعيه هي في الغالب تستعمل ماذا تستعمل النداء او الاستفهام ان كانت في النداء تكون مباشره غرضها التعجب غرضنا البلاغي الثالث التحسر يكون المتكلم وهو المنادي متحسرا على فراق المخاطب وهو المنادى كما يكون في موضع الندامة إذن نفهم من ذلك أن التحسر في الغالب يكون عند الفراق سواء فراق لأجل السفر أو فراق لأجل الموت والموضع الآخر هو موضع الندامة والتحسر على أمر أو فعل صدر من المخاطب أو المنادى، فبالتالي يكون هو التحسر. من أمثلة الرثاء قال أحمد شوقي في رثاء ابنة أحد أصدقائه: يا درة نزعت من تاج والدها فأصبحت حلية في تاج رضوان. طبعاً لو لم تكن هذه البنت الصغيرة، لو لم تكن ميتة لقلنا تحبب. لأنني بدلا من أن أناديها باسمها ناديتها وقلت لها يا درة، لكن لأن هذه الطفلة ماتت والشاعر يرثيها فبالتالي يكون لغرض التحسر. فهي غالبا ما تكون لي مثلا البكاء على الأطلال عند الفراق أو بعد الشاعر أو الكاتب عن احد يحبه وتكون في مواضع الرثاء وتكون كذلك التحسر والندامه وهي كثيره في القران الكريم موضع تحسر الكافر على ما قدمت يداه في الدنيا. الغرض البلاغي الاخر هو الزجر والزجر هو التوبيخ اخذناه في اسلوب الامر بانه اسم التوبيخ لكن في النداء يطلق عليه في كتب البلاغه الزجر، فيكون المنادي موبخا للمنادى على امر او على سلوك ما ويعتمد هذا التوبيخ ان كان توبيخا قاسيا ممكن ان اقول له زجر، لكن ان كان عتابا بسيطا ممكن اقول عنه العتاب او ممكن ان يكون بصيغه النصح. والإرشاد ولم أعرض لي النصح والإرشاد لكنني وجدتها أنهم يقبلون بها كإجابة في امتحانات نهاية العام الدراسي فبالتالي الزجر يأتي أحيانا بشكل توبيخ قاسي شديد اللهجة وقد يكون عتابا بسيطا بين الأحبة وأحيانا يكون نصحا وإرشادا ولننتبه احيانا ياتي بين الاقران ففي هذه الحاله يسمح للطالب ان يكتب التماس. من امثله الزجر قول الشاعر مخاطبا نفسه افؤادي متى المتاب الم تصح والشيب فوق راسي الم يزجر الشاعر نفسه تحديدا فؤاده لماذا؟ لان التوبه جاءته وهو في مرحلة الشيخوخة، فبالتالي هو نسميه زجرا. فننتبه أن هناك نصح وإرشاد، ممكن فيها التماس، ممكن يكون توبيخ، فقط على حسب السياق. الغرض البلاغي الآخر هو التحقير. وهذا التحقير يكون المخاطب أو المنادى غير حبيب الى نفس المتكلم على خلاف التحبب فمثلا هذا يرد اكثر ما يرد في الرثاء ليس الرثاء عفوا الهجاء في مواضع الهجاء فاذا كان الشاعر يهجو شخصا اخر فبالتالي اكيد ان هذا الشخص الذي يهجو غير حبيب الى نفسه فيكون لاجل التحبب. التحقير اذا ننتبه هذا عندما يكون لي الهجاء مثلا الفرزدق ونعلم شعر المعارضات وشعر النقائض بين جرير والفرزدق فالفرزدق يهجو جريرا فيقول له أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع هل ناداه لأجل التنبيه؟ لا طبعا ناداه وهو في معرض ماذا؟ في معرض هجاء فبالتالي إن كان المنادى يهجى فبالتالي يكون لغرض التحقير والتحقير هو يعني أن يحط الشخص من مكانة وقدر الشخص الآخر فهنا يقول له أن آبائي.. كما سمعت مني فإن كنت فعلا أجدادك وآباؤك كآبائي فجئني بمثلهم إذا هنا التحقير ولذلك لاحظنا أن التحقير هنا لم أفهمه من خلال الأداة والمنادى فقط وإنما السياق بأكمله هو الذي دلني أنه ينادي لأجل التحقير للتنبيه الغرض السادس لدينا التعظيم وهو على نقيض التحقير، فان كان التحقير يعني يحط من مكانه شخص اخر فالتعظيم يمجد ويرفع من مكانه الطرف الاخر وهو المنادى. شاعر اسمه بكر بن النطاح قال في قصيده مدح لابي دلف، قال له ابا دلف بوركت في كل بلده. كما بوركت في شهرها ليلة القدر طبعا وضع مكانة ابي دلف في البلاد كمكانة ماذا ليلة القدر في شهر رمضان فنفهم من خلال السياق ان هذا النداء قد كان تعظيما تمجيدا طبعا هذا يكثر في قصائد الفخر وفي قصائد المدح. الندبه الندبه في اللغه العربيه هي تعداد محاسن الميت فيكون المتكلم او المنادي متفجعا على المخاطب او متوجعا منه متفجعا عليه او متوجعا منه فمثلا للاحداث الراهنه نقول مثلا وقدس لما يحل ببيت المقدس فبالتالي انا اتفجع على ما يحل ببيت بي المقدس من انتهاكات قد يكون متوجعا منه متوجعا منه ان كنت اشعر بالم سواء كان هذا الالم عضويا ماديا حسيا أو كان معنويا فمثلا أقول ظهرة. إن كان الشخص مثلا يعاني ألما في ظهره فهو يتوجع من ألم الظهر فيقول ظهرة إذا الندبة قد يكون المنادى متفجع عليه أو متوجع منه وربما لاحظتم أن الأداة التي استعملتها هي و و هذه هو حرف يفيد الندبه ولا يكون إلا غالبا إلا لغرض الندبه لكن أحيانا كما سنتابع فيما بعد الندبه قد تكون عادي بأداة النداء ياء إذا الندبه قد تكون بأداة نداء ياء ليس شرطا دائما أن تكون بالأداة لكن يغلب أن ترد و للندبة ويا لغير الندبة إلا نادرا كقول أبي الطيب المتنبي معاتبا سيف الدولة الحمداني فيقول له وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم إذا نلاحظ هنا ان المتنبي يتوجع من ماذا من قلبه ومن حراره قلبه بسبب سوء معامله سيف الدوله له وعدم انتصاره له فبالتالي هذا متوجع منه والمتوجع عليه قد يكون اسم الشخص الذي يرثى فان ناديت الشخص الذي ارثيه كان لاجل الندبه الغرض البلاغي الثامن الاستغاثة، وهو أسلوب من الأساليب الموجودة لدينا في اللغة العربية، لكن نأخذه بشيء من السهولة. الاستغاثة هو أسلوب يتكون من ماذا؟ أداة نداء مستغاث به ومستغاث له، لنضرب مثالا بسيطا على ذلك، مثلا أقول يا لعمر.. للمسلمين إذا أداة الاستغاثة هي يا وطبعا هذه هي التي ترد مع الاستغاثة عمر يسمى مستغاثا به إذا أنا أستغيث هنا بسيدنا عمر لمن؟ للمسلمين فربما تلاحظ إذا أن المستغاث به يسبق بلام مفتوحة هي لام تجر الاسم الذي بعدها لكن تكون مفتوحة فإذا أعربنا كلمة عمر نقول إن اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للمسلمين هذا يسمى المستغاث له الذي أستغيث عمر له وتكون لامه مكسورة إذا أسلوب الاستغاثة عبارة عن أداة نداء بعد ذلك يتبعه مستغاث به تكون لامه مفتوحة ثم مستغاث له وتكون لامه مكسورة كقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد إذا الشاعر يستغيث بقومه لي أجل ماذا وقف عدوان هؤلاء الأشخاص فهذا أسلوب استغاثة يا أداة الاستغاثة لقوم إذا القوم هم المستغاث به وهذه اللام المفتوحة وهذا هو المستغاث له ولامه مكسورة فبالتالي هذا أسلوب الاستغاثة ولا بد أن ننتبه أنه يكثر كما سنرى فيما بعد حذف المستغاث له اذن اسلوب الاستغاثه عادي ان يحذف المستغاث له ويبقى فقط المستغاث به بعد ذلك لدينا الاختصاص والاختصاص نحتاج الى العوده بذاكرتنا الى الفصل الدراسي الاول الى درس الاختصاص فقلنا ان الاختصاص يحتمل الاسم المختص ان يعرب مناديا ومن هذا المنطلق نقول ان الغرض البلاغي للنداء في هذه الحاله هو الاختصاص، اذا قال هذا الشاعر: انا بني نهشل لا ندعي لاب عنه ولا هو بالابناء يشرينا، اذا بني ممكن ان اقول عنها انها اسم مختص. إذا مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ويمكن تأويل نحوي آخر أن أعتبر أن ياء أداة النداء محذوفة وبني هي منادى منصوب وعلامة نصبها وعلامة نصبها الياء إذا هذه هي ما يسمى بالاختصاص اذا الغرض البلاغي للنداء اختصاص ان كان الاسم المختص يمكن ان يؤول على انه منادى كذلك. الغرض البلاغي الاخير هنا لدينا الاغراء، الاغراء كما قلنا في يا محسنا في بدايه الدرس إذ يا محسنا لو كنت اعلم ان الشخص ليس محسنا فبالتالي انا اريد ان اغريه ليتحلى بهذه الصفه فاقول له يا محسنا فيكون غرضها الاغراء يقول المتنبي ايضا في قصيده العتاب الى سيف الدوله يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم طبعا المتنبي يريد ان يغري سيف الدوله ليتحلى بصفه العدل التي يرى المتنبي انه لم ينصفه ولم يعدل في معاملته معه رغم عدله مع كل الناس الا انه لم يكن عادلا في حكمه مع المتنبي فيا اعدل الناس هذا ان بحثنا في اي مصدر للمعرفه حول أغراض البلاغية للنداء لابد أن أجد هذا الشاهد قرينة الإغراء. إذا بما أننا عرفنا كل غرض بلاغي على حده فإننا الآن بإذن الله تعالى سنستخلص الأغراض البلاغية من الشواهد الآتية سنعرض مجموعة من الأغراض البلاغية وندلل على أنها للتحسر أم لغيرها من الاغراض الاخرى. يقول الله تعالى ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. طبعا الكلام في هذه الايات الكريمه على لسان الكفار يوم القيامه فبالتالي اذا ورد على لسانهم ما يدل على ندامتهم ما يدل على حسرتهم وأسفهم على ما قدموه في دنياهم كان لغ... كان النداء لغرض التحسر فالمنادى هنا طبعا محذوف وتعتبر الحسرة هذه معنويا هي المنادى إذا يا حسرة هذا أسلوب نداء غرضه التحسر كذلك يقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، صفة الندم وصفة الحسرة واضحة جليا في هذه الآية الكريمة، فالكافر فعلا يتمنى لو أنه لم يتخذ ذلك الشخص خليلا والذي كان طبعا سببا في ابتعاده عن دين الله تعالى، فهذه أيضا لأجل التحسر بعد ذلك يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ايضا يا ليتني هذه تحمل ماذا؟ تحمل معنى الحسرة والندامة. يقول الشاعر في موطن اخر اذا تلك المواطن المنادى ماذا يتحسر على ما قدم في هذه وجدنا أن التحسر في مقام الرثاء فهذا الشاعر الضبي في رثاء ابنه أبو لا تبعد وليس بخالد حي ومن تصب المنون بعيد إذا هو قال في مقام أن الرثاء لو لم يكن رثاء لقلنا عنه لاجل التحبب لكن هذا الابن كان قد فارق الحياه فبالتالي الشاعر قاله في معرض رثاء فيكون الغرض البلاغي هو التحسر كذلك الشاعره الفارعه بنت طريف رثت اخاها الوليد فقالت فيا شجر الخابور ما لك مورقا كانك لم تجزع على ابن طريفي اذا هي لم تنادي شجر الخابور إلا لأنها تتحسر على وفاة أخيها فالمنادى هنا في معرض رثاء فيكون لأجل التحسر الغرض الآخر الزجر وهذه هي الأمثلة معنا والزجر كما قلنا الزجر عندما يكون توبيخا عنيفا قد يكون بصيغة أقل فيها نوع من اللطف تسمى عتاب ممكن ان كانت بين الاقران اسميها التماسا اذا على حسب ما ورد لكن كتب البلاغه لا تاتي بالالتماس ولا تاتي بالنصح والارشاد والعتاب في مقام اسلوب النداء. يقول الشاعر: ايا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وانت تموت. واضح جدا من حتى من المنادى نفسه. بدون ان اكمل ان لما يقول للشخص لشخص اخر انت تجمع الدنيا ويناديه يا جامع الدنيا بمعنى انه يريد ان يزجره ويريد ان يوبخه كذلك الشاعر البارودي عندما قال يا ايها السادر المزور منصلف هذا الشخص غير المبالي في حياته مهلا فانك بالايام منخدع. إذا ممكن أن نحملها على أنها زجر كذلك ممكن أن نقول على أنها نصح وإرشاد أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال هنا وإذا أيا هذا وغالبا لما أقول يا هذا إذا يعني أقول له وكأنه غير معلوم غير معروف وكأنه نكرة بالنسبة لي فيكون لي أجل الزجر ولأجل التوبيخ في التحبب والتحبب هنا لا بد أن أشير عندما يكون المنادى المنادي الأب لابنه أو الأم لابنها أو الأبناء لوالديهم يكون في الغالب لأجل التحبب، إلا إن كان السياق يكشف شيئا غير ذلك، مثلا سيدنا نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بُني اركم معنا، إذا يا بُني هي أيضا لأجل التحبب، فسيدنا نوح لم يقطع الأمل بابنه إلى أن يتراجع عن غيه وضلالته حتى في آخر لحظة، فبالتالي يكون لأجل التحبب أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي في أجملي بعضهم يضعها طبعا أفاطمة وهذا مبحث جميل أيها الرائعون إن كنتن من إن كنتم من عشاق النحو العربي أن تبحثوا في باب النداء ما لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر فهذه لغه جميل ان تبحثوا عنها فهذه فهذه لغه من ينتظر وان قال افاطم فهي لغه من لا ينتظر وهي في النهايه مبنيه على الضم في محل نصب لكن الضم طبعا يكون على التاء المحذوفه التقدير افاطمه تو عموما ابحثوا في هذا المجال تستمتعون بإذن الله تعالى. إذا الشاعر ينادي محبوبته فيقول أفاطم. بما أنه حذف الحرف الأخير من اسمها فهذا يسمى في اللغة العربية ترخيم. الترخيم يعني تدليل الاسم فيكون بحذف حرف في آخره. قد يكون الترخيم أيضا من قبيل التصغير. شخص اسمه جبل فناديته.. أجبيل فهذا التصغير يعتمد على حسب المنادى وعلى حسب السياق لأن التصغير ممكن أن يكون لأجل التحقير كما قال المتنبي لكافور كويفير وقد يكون إذا كان الشخص حبيبا إلى نفس المتكلم فيكون لأجل الترخيم فهذا الأب ينادي ابنه جبيل إن أباك كارب يومه فيكون لأجل التحبب غرض التعجب كما قلنا يكثر في صيغة يا له أو يا لك فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل إذا امرؤ القيس هنا يتعجب من ماذا؟ يتعجب من طول من طول ليله فبالتالي يا لك هذا النداء لا يقصد به النداء حقيقة وإنما القصد منه التعجب. شاعر آخر يقول يا موطنا عبث الزمان به من ذا الذي أغرى بك الزمن إذا الشاعر هنا يتعجب من حال موطنه وقد عبث الزمان به وكان ما كان منه من مجد وحضارة وتاريخ فبالتالي يكون المنادى هنا أو النداء لقصد التعجب الشاعر يتحدث عن نظرة محبوبته له فيقول: أيا لك نظرة أودت بقلبي وغادر سهمها جسمي جريحا، إذا في هذه الحالة الشاعر يتعجب من ما فعلته تلك النظرة في قلبه. بعد ذلك الندبة، وقلنا أن الندبة يكون من أجل التوجع من شيء أو التفجع على أحد ما. فمثلا جرير عندما رثى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال نعى النعاة أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر وهذا عندما قلت لكم إنه أحيانا يكون نجبه بي فلا ضير في ذلك رغم أنه الأشهر أن يكون بوا فأتيت لكم فقط لتعرفوا إذا هو ناداه ممكن أن أقول لأجل التحسر لأنه في مقام رثاء وممكن أن أقول أنه ندبة لأنه فعلا يعدد خصال سيدنا عمر رضي الله عنه يقول الشاعر عمر ابو ربما ومعتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا اليتمي ومعتصماه هذا هو اسلوب النداء والخليفه المعتصم هو خليفه عباسي ابن هارون الرشيد لبى نداء امراه من عموريه في بلاد الروم عندما استباح الروم هذه البلاد فصار مضربا للمثل في النخوة والشهامة وإغاثة المكروب فبالتالي الشاعر هنا يندب يندب وينادي على المعتصم لمن للصبايا اليتمي إذا هذا يسمى ندبة وهنا واضح من خلال ماذا أداة النداء و لما أقول وقلبه اليهود يعيثون في الأرض فسادا اذا هذا متفجع او متوجع منه والوجع هنا وجع معنوي ليس وجعا حسيا كذلك عندما اقول وراسه تناولت الدواء ولما يخف فهذا المتوجع منه هو توجع حسي يعني عضوي التعظيم عندما جاء الساقي الى سيدنا يوسف عليه السلام وهو كان في السجن قال له يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان اذا مناداته لسيدنا يوسف مره قال له يا يوسف مره ايها الصديق انا ارى فيها انها تعظيم ممكن في بعض المراجع تجدين ان يوسف هنا النداء للتحبب صحيح ناداه باسمه لكن لماذا ذكره تحببا لما وجدوه من طيب خلق وحسن خلق من سيدنا يوسف عندما كان معه في السجن، فالنداء هنا للتعظيم لما عرفوا من مكانه ورفعه وقدر سيدنا يوسف عليه السلام. شاعر اخر يمدح ممدوحه فيقول له يا صائد الجحفل المرهوب جانبه ان الليوث تصيد الناس احدانا. إذا أنت أيها الممدوح صدت جيشا بأكمله دفعة واحدة في حين أن الأبطال وغيرك من القادة يعني يقتلون أو يفتكون بعدوهم في كل مرة عدو واحد لكن أنت قتلتهم كلهم دفعة واحدة فيكون هذا من أجل التعظيم وقلنا إن التعظيم يكون في مقام المدح والفخر شاعر آخر يفتخر ببني العباس أو يمدح بني العباس فقال لهم لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس فبالتالي نداؤه لهم هو لقصد التعظيم اذا لانه يمدحهم التحقير والتحقير كما قلناها انني احط من مكانه وقدر الشخص المخاطب فمثلا المتنبي في هجائه في القصيده التي هجا بها كافور قال له من اية الطرق ياتي نحوك الكرم اين المحاجم يا كافور والجلم اذا نادى كافور ليس لأجل تنبيهه ولا لتعظيمه لأنه لا يمدحه وإنما يهجوه فبالتالي يكون الغرض التحقير إلي أبو ماضي لما قال للإنسان أيها الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تتوسد فبالتالي رده إلى أصله تحقيرا من مكانته عندما أقول لشاعر شعره لا يعجبني مثلا فقلت له يا شويعر ليس الشعر وزنا وقافيه فحسب فإنني ماذا اقصد؟ اقصد تحقيره لأنني ما صغرت اسمه هنا الا تحقيرا الاستغاثه استغيث بعمر للاقصى واستغيث بصلاح الدين لبيت المقدس فبالتالي لدي اداه النداء والمستغاث به عمر وصلاح الدين ولامهم مفتوحه والمستغاث له وهو الاقصى وبيت المقدس ولامه مكسوره. في قول الزهراء السقطريه يا للرجال اغيثوا كل مسلمه ولو حبوتم على الاذقان والركب اذا تنادي الرجال وتستغيث بالرجال اين المستغاث له؟ غير موجود، لماذا حذفته؟ لأن السياق يدل عليه، فهي تستغيث بالرجال لنصرة المسلمات في جزيرة سقطرة. أبو مسلم البهلاني: يا للرجال ألم يطرق مسامعكم صوت الأرامل والأيتام إذ هنا أيضا حذف المستغاث له وبقي المستغاث به مثل هذا المثال. فكلها تكون لاجل الاستغاثه الاختصاص انتم ايها الخلفاء العادلون اذا حكمتم والمنصفون اذا دعيتم فهنا اسلوب اختصاص لكنني فصلت بين الضمير وبين الاسم المختص باداه نداء فتحول من كونه اسلوب اختصاص الى كونه نداء لكن بقي الغرض هو الاختصاص لنا يا عرب صفق المجد وسيكون لكم ايها الشباب العربي المستقبل السعيد هي مثلها مثل الماضيه اذا فعرب هي يفترض ان تكون الاسم المختص وكذلك الشباب فبالتالي هنا نكون نقول فيها بانها لغرض الاختصاص ومثلها المثال الاخر. عموما هذا ما كان لدينا لحصه اليوم. بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على حسن المتابعه. نلتقيكم باذن الله تعالى في حلقات قادمه. طبعا درس على الهواء يستمر معكم مع مادتي الاحياء والعالم من حولي فكونوا قريبا هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل عام والجميع بخير